السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ وعكسهم مقاطع تعرف العرب دعكم فيديو جديد، حلقة من كلاش رويال جديدة. وقف المقطع، اعطينا لايك وبدون مقدمات. شوفكم هاي، وطبعا جمت هجمتين ومشك حلقي وكل ساعة الفيديو 4 مرات ودي يروح الفيديو ما ادري ليش. طبعا برزت ويا اخوة اثنين بالكلون، امير الظلام ونظوري. نظوري لو بيكم تابعوه اسم قناة راك جيمز. طبعا راح الفيديو اعتقد مات. الفيديو مات. طبعا شوفوا طبعا الفيديو سوي في اثنين وفي جابا عشان تفتهمون ما جمع نفسي سوي في 4. خلص الفيديو شوفوا سرعة تصير. لا في أربعة خرط شوف في اثنين وشوفوا الفيديو. طبعا خدت واحد صفر فزت، استراتيجية مالته مكلفة الاكسير، يعني هاي استراتيجية شوية ما تاخذ اكسير. طبعا هنا سبيل مال الغضب ولا اخذته، والبوش مال الغضب شوف لاجن سيد سيارة صغير نظام يفتشي او دعات ما اطلت بو ذبت للتنية اعتقد ذبت لعن ما اذك ذبت للماس كثير والتنية ودول المزعطة حط لتجميد وسعار يلا بليت لبنينهم مضوضة سكيليتون مجلس سمينه سكيليتون ذا كان ماين كرافت. طبعا شفت ان التنين هنا سووه ما ادري ده شلاب اللعب انا اعتقد احشية ما احفظ الحمد لله. عفوا شباب لا تلاضافي صفر الله بس لا تعلم ليش طلعتني منها. يلا طيب يوم وش راح عدلي اوكي سوكم فيديو شوي من خصوص باقي شباب. طبعا والد فوت راجي خرب التصوير وهنا بس شو ما اعتبر من الجوبلن تنين ذا جمده ذبيت لتنين تنين ضرب البرج مالته سوى دمه 35 ذبيت لاسهم وفزت. وهسه اشوفكم الهجمه ويا امير الظلام هذا ثاني أقوى واحد بالكلان، ما أقوى واحد يعني الكوس أكثر شيء. أنا سويت له في سوي في زين. قال لي أوكي هي ضحكت. هاي طبعا عذرني الظهر لأن الفيديو ما بي فيه سكام ولا شيء مبتدئ. ما أبغى نستخف. بالماس كتير سوت فلشت أبوي فلشت هواية أبوي نضيب لهاية بس التصوير يروح على 5 دقائق نضبط الأكسبو أقول الأكسبو فاشل بعد سووه كثيرتهم ما يستخدمون الأكسبو. طبعا شوف شو حيسوي بالبرج مات العليمنة راح يشيل صفحته باش حيسوي باش سوي بالبرج باو يا يعني بقت لخير ضربه ورغم انه هون حافظت على خير ضربه حافظت عليه وش... اعتقد حشيت التور مالته ما حد بلاسهم هذا بيتسهم ما في هنا بغيت ادافع على التور ضليت 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 ليش ما مليت يعني بس
بس ادافع عشان ما كنا ختارت بكلوك رايدر ضحكت ليه فزت. بس اشوف هنا وصلنا الفيديو، اتمنى انك ما تنسى لايك وسبسكرايب وشير، وكان معك سامي خيرت محترف العرب، مع السلامة.